نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حضر حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة وحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. هذا وهنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبو إليه الأمة من الأمال والإنجازات الطموحة من أجل بناء الدولة المصرية القوية على كافة الأصعدة. حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. وهنأت القوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبو إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة، مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم. وأشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات، مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك. بالأمس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع امبارح كمان لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كمان امبارح عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار، وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة وتعظيم جودة المنتج السياحي المصري وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية. خلينا نتابع مع حضراتكم تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما تشهد العلاقات المصرية الأوروبية من زخم كبير على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأيضاً متابعة الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك المقرر عقده نهاية شهر يونيو المقبل. وجه رئيس الوزراء بالعمل على إتاحة أكبر حجم من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوروبية والبدء على الفور في التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة السياحة والآثار، وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة الذي تم وضعه ضمن أجندة الحكومة بهدف تعظيم جودة المنتج السياحي المصري وتشجيع الاستثمارات وجذبها للمشروعات السياحية لا سيما في ضوء ما تمتلك مصر من مقومات سياحية فريدة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإجراءات التنفيذية اللي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخص التعليم قبل الجامعي، حيث قامت الوزارة بصياغة خطة استراتيجية 2024-2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم، وتقدم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وأيضاً محو الأمية وتعليم الكبار.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الجهود المبذولة لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وصلت القوات الجوية المصرية على مدار يومي الثالث والرابع من شهر إبريل الجاري تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات والاحتياجات الأساسية ومواد الإغاثة العاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بشمال قطاع غزة. وأقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة، وده بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتحالف الدولي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية التقى اللواء بحري فاسيليس جروباريس قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر والوفد المرافق له. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم جهود الأمن والاستقرار البحري بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين. وقام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح اللي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة.